من فوائد لا حول ولا قوة الا بالله استمعوا لهذه القصة وقولوا لا حول ولا قوة الا بالله. ذهب عوف بن مالك الاشجعي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله ان ابن مالك ذهب معك غازيا في سبيل الله ولم يعد فماذا اصنع؟ لقد عاد الجيش ولم يعد مالك رضي الله عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عوف اكثر انت وزوجك من قول لا حول ولا قوه الا بالله ذهب الرجل الى زوجته التي ذهب وحيدها ولم يعد فقالت له ماذا اعطاك رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عوف قال لها اوصاني انا وانت بقول لا حول ولا قوه الا بالله ماذا قالت المراه المؤمنه الصابره قالت لقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسا يذكران الله بقول لا حول ولا قوه الا بالله واقبل الليل بظلامه وطرق الباب وقام عوف ليفتح فاذا بابنه مالك قد عاد ووراءه رؤوس الاغنام ساقها غنيمه فساله ابوه ما هذا قال ان القوم قد اخذوني وقيدوني بالحديد وشدوا اوثاقي فلما جاء الليل حاولت الهروب فلم استطع لضيق الحديد وثقله في يدي وقدمي وفجاه شعرت بحلقات الحديد تتسع شيئا فشيئا حتى اخرجت منها يدي وقدمي وجئت اليكم بغنائم المشركين هذه فقال له عوف يا بني ان المسافه بيننا وبين العدو طويله فكيف قطعتها في ليله واحده فقال له ابنه مالك يا ابت والله عندما خرجت من السلاسل شعرت وكان الملائكه تحملني على جناحها سبحان الله العظيم وذهب عوف الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره وقبل ان يخبره قال له رسول صلى الله عليه وسلم ابشر يا عوف فقد انزل الله في شانك قرانه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. اعرف أن لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من تحت عرش الرحمن وهي دواء لتسع لتسعة وتسعين داء أيسرهم الهم حتى إذا نويت نشر هذا الكلام انوي به خيرا لعل الله يفرج لك بها كربة من كرب الدنيا.